سائحين من الخارج وللشركات الكبرى. فإذا الأساس هو هذا النموذج الذي اعتمدته دبي، والأكثر من ذلك هو أنه عدم إجراء حسابات دقيقة لموضوع الطلب، وخاصة أن السياحة بالأساس تتأثر جدا بأي أزمة اقتصادية في العالم. كان من المتوقع هذا التسونامي الكبير الذي وقع في العالم أن ينعكس حكما على الإمارة وعلى باقي الدول. نعم. إذن هناك ناحية جد مهمة، هو ضرورة الاعتماد على الاقتصاد الحقيقي من جهة، ومن جهة أخرى الاعتماد على الصناعات التحويلية التي لم تعطى أي اهتمام في كل الدول العربية وخاصة النفطية منها. طيب دكتور غازي، دكتور مطيوس، ليس توفير موارد فقط. دكتور غازي ركز على أن المبالغة في حجم الاستثمار كان أيضا من الأسباب التي دفعت بالأزمة. تماما، وأنا قلت لا يمكن لأحد أن يعارض ما قاله الدكتور غازي، لأنه أن تتحمل إمارة صغيرة كدبي ليست لديها هذه الموارد الكبيرة، أن تقوم بعمل جزر في البحر، أن تقوم ببناء أبراج عالي جدا تضاهي أعلى أبراج العالم، نعم، ثم لا يكون هناك من يشغل هذه الأبراج أو هذه الجزر بسبب أن الأزمة المالية العالمية حرمت هذه الإمارة من إمكانية حتى تجارة الألماس، تجارة الذهب، الموقع الاستراتيجي اللي تلعبه، وبالتالي ركزت على قطاع خدماتي ليس له أساس مادي للارتكاز عليه. نعم. من هنا كان يجب أن نستفيد من الأزمة المالية العالمية لنقول أن الاقتصاد الفقاعي سيصاب في أي لحظة من لحظات الزمن إذا لم يكن مؤسسا على قاعدة اقتصادية أساسية. أرجو أن تبقى معي معالي الدكتور مطانوس حبيب. أتحول إلى دبي، ينضم إلينا الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية سيد محمد ياسين. أهلا بك سيد محمد. يعني وكأن الرسميون في دبي يعني يتصورون أنهم غير مصابين في الأزمة المالية العالمية أو بتداعياتها بالأحرى. نعم. أنا في الأول سمحت لي، أنا عندي تحفظ على عنوان هذه الحلقة دبي الكبيرة. أنا لا أعتقد أن هذا في هذا العنوان في عدل واقع للقصة وما حصل. الحديث كله طبعا موضوع القطاع العقاري في إمارة دبي، وهذه نتيجة انهيار الأزمة العالمية في 2007 في العقار في أمريكا. يعني يمكن أن يسمى يمكن أن تسمى هذه الأزمة بغير انهيار دكتور محمد سيد محمد؟ أنا أعتقد أنه في كان في عندنا ما يسمى بموديل أو في نموذج كان يعمل فيه بالعالم. نعم. خلال فترة العشر سنوات الماضية اللي كانت تشهد طفرة في جميع أنحاء العالم، كان جزء منها مبني على العقار، وكان جزء منها بشكل كبير على عملية الاقتراض وكلفة منخفضة للاقتراض، واستطاعت كثير من الدول أن توظف قدراتها لتتم هذه الطفرة. بعضها كان لديها البترول كما تحدث البعض، وبعضها لم يكن لديها البترول، وبالتالي احتاجت أن تجد لنفسها دور في هذا العالم، شيء مختلف تنجح فيه، واستطاعت أن تحقق نجاحات كبيرة. نعم. عديد من الدول العربية اليوم في نفس استطاعت تعمل أشهر ما قامت فيه إمارة دبي حتى الآن. على الأقل ما حصل في السيولة التي استخدمت ويتم الحديث عنها ما يظهر فوق الأرض للظهور ويظهر للعيان على هذه الإنجازات. اليوم عملية وصول العالم إلى أزمة تعتبر ربما الأكبر منذ العام 1930 على مستوى العالم، لا نستطيع أن نأخذ منها إمارة دبي وننسى بقية العالم. الاقتصاد الأمريكي يعيش أسوأ أيامه أكثر من 70 عاما، نتحدث عن بطالة 10.5%، نتحدث عن ديون بتريليونات الدولارات. فعملية انتقاد أنه أنا برأيي أنه عشان موضوع أنه شركة دبي أمريكا عندها بعض المشاكل، واستطاعت دبي بالتعاون في دولة الإمارات أن تلتزم بالتزاماتها. نعم هناك مصاعب موجودة، ولكن أعتقد يجب أن لا ننظر إلى الكأس نصف الفارغ. طيب سيد محمد، يعني أجمع الدكتور غازي والدكتور مطانوس على أن المبالغة في حجم الاستثمار وحجم رأس المال كان من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى حدوث هذه الأزمة. أنت مع هذا التحليل التشخيص القراءة؟ سيدي النظريات شيء والواقع شيء.
موضوع نموذج الإسراف في التمويل العقاري أو بناء العقاري هو نموذج كان يركض وراء كل العالم. ونجاح دبي جعل كل الدول من دول الخليج إلى لبنان إلى سوريا إلى تونس إلى المغرب تذهب حتى فيتنام تحاول جلب أو نقل تجربة دبي إليها. بدأت الشركات تعزم الشركات مثل الإعمار والأخير وتدعوها للاستثمار فيها وبناء فيها مجمعات بنائية وسكنية ومجمعات تجارية. بعضها لا زال يبنى حتى الآن في دول مثل مصر والمغرب وتونس والسعودية. طيب. وبعضها ربما توقف بسبب قدرة التمويل. سيد محمد يبدو الدكتور غازي أيضا لديه تعقيب على هذا الكلام، نستمع إليه وأعود إليك بطبيعة الحال. سيد محمد ياسين تفضل دكتور. الذي قلته أنه بدون شك خلال 20 سنة الماضية إمارة دبي حققت إنجازات، قد ذكرت الإنجازات بالبنية التحتية والمركز وما إلى ذلك، وحاليا لا يمكن القول على أنه يوجد بديل لإمارة دبي، لأن دبي من أهم ميزاتها التفاضلية حاليا هي موقعها الجغرافي والاقتصادي، لأن دبي حاليا هي التي تربط آسيا الاقتصادية التي أصبحت حاليا القوة القطب الاقتصادي الرقم 2، وفي العام 2020 سيصبح القطب الاقتصادي الأول، يربط آسيا الاقتصادية بالشرق الأوسط الذي لديه أكثر من 2/3 مخزون نفط، بأوروبا العجوزة أو بالولايات المتحدة. ذلك الذي نحن نقوله حاليا ناحية الاقتصادية أن الرؤية الاقتصادية كانت طموحة جدا، لأنها كانت مستندة على الانكشاف الخارجي، مستندة على الاستثمارات الأجنبية بالدرجة الأولى، ومستندة على اليد العاملة الأجنبية. أنا إذا نظرنا لليد العاملة في إمارة دبي نلاحظ على أن 80% من هذه اليد العاملة هي أجنبية. هذه اليد العاملة لها إيجابيات ولها سلبيات، أي لها نقاط قوة ولها نقاط ضعف. نقطة القوة عندما يكون النمو الاقتصادي قوي جدا، لأن من الإنجازات في إمارة دبي نلاحظ أنه